السلام عليكم، معنا اليوم تجربة مابة المتابعين فليتس جو. كيف بدأ المقدمة السريعة؟ المهم ما علينا، نبدأ بأول ماب، والماب هذا جابه وسيم، فهو اسم الماب بروجكت بليدينج أوريجنز ألفا. من اسم الماب يعني واضح انه مسروق، فخلينا ندخل الماب نشوف ايش داخله. يبدأ الماب بهذا الشكل، فنشوف واضح انه مدينة، هنا سيارة، خلينا نشوف لهذه السيارة، نشوف لين نروح بذي السيارة. واضح انه في هنا صورة بهذا المكان. طيب صح سيارة او ايش؟ اوكي والله لا الطريقة حلوة، الطريقة حلوة. خلينا نجرب. عند الدخول الماب الكاميرا ترجع كذا للخلف، ولما نخرج من الماب او نخرج من الجراج الكاميرا تقرب. بصراحة هذا شيء خرافي خرافي. نطلع هنا نشوف لين نروح. What the hell؟ أحا ما توقعت إنه راح نصدم كذا. أوه في هنا التسريع، نقرب نقفزها بطريقة احترافية، لأن يمكن هذا ما بعني كذا سيارات مدريش. خلنا نولي نصلح السيارة، مصلحنا السيارة، فخلينا الآن نروح نعمل القفزة هذيك. 1 2 3 تسحب سحيب كذا. ها تعال. بعد ما وصلنا ذا المكان وتكسرنا بذا المكان، ليش السيارة في ذا المكان كذا؟ أنا شكل الطريق من هنا من فوق الجسر هذا. أبواء وسع السيط. لا 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 لا، الطريق مش من هنا، تظل الإصدار الكامل. أوكي الشارع مبدئيا يعني كله اضاءة، كله اضاءة، شوفوا كله اضاءة شوارع وتشيت، وكل سيارات مكسرة. وتهل ايش اللي ايش فينا؟ ما بزومبي ذا ولا ايش؟ مكان مغلق يا حرام. السيارات كذا بدت تنرفز من السيارات اللي بنوصل للشارع هذه. ما في اي حاجة بالشارع وتزيف. 2 شرطيين ميتين بذا المكان، اكيد اكيد ما بزومبي يمكن، او زي الافلام كذا لما تكون المدينة مهجورة. بس مش لدرجة السيارات هذو. صوت زومبي، قلت لكم صوت زومبي. دوه حل حل حل. بدأ الحماس. اوه شيت. لا شيت 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 شيت. وات ذا شيت. هاي نيني هم بذا الشكل. بقى ثاني هنا اللي بعده. وات نركب السيارة. اوكي تعال. اذا كان كقصة قصة تمشيها كذا يعني، والزومبي يجي لك ومدري ايش، حتكون شيء خرافي صراحة. جيتني فكرة لا ما بالانتقام، او مش لما بالانتقام، ان شاء الله لقصة يعني لماب ثاني ان شاء الله. راح اعمل ماب قصة اخر غير الانتقام، بس خلينا اول حاجة اكمل ماب الانتقام، بعدين ان شاء الله راح ابني لكم مابات اسطوريه وقصص اسطوريه في المستقبل ان شاء الله. المهم عرفنا المغزى من هذا الماب، ما فيش اي حاجه جانبيه عشان مثلا نعرف انه غير الزومبي طبعا. فالمغزى من الماب انه زومبي وكذا، والسيارات مكسره في الشارع، عاملني مدينه مهجوره كذا. فهذا المغزى الوحيد من هذا الماب، فخلينا ننتقل للماب الثاني. اما الماب الثاني فهو مساحته 444 شيت شيت شيت. المهم الماب الثاني من بلاك جوست، وكتب فيه خريطة حياة واقعية، فخلينا ندخل بلاك جوست سيتي هذه الشبح الأسود. المهم ما علينا، خلينا نشوفوا المنطقة. واضح إنه مستشفى، بس ما في مستشفى داخله كذا. ماذا؟ ما حد يحط جدار المستشفى بهذا الشكل. المهم هنا في كرسي الإنعاش، الله يجيرنا منه جميعا. فهنا في العلاج ومدري إيش. خلينا نخرج من ذا المكان، نركب أو نسرق سيارة الإسعاف هذه ونهرب. وضف هذا الأشياء اللي بالأسفل صراحة حل جدا. خلينا نشوف ايش ذا، نوقف هنا. الله ولاي، ندخل البيت هذا نشوف ايش فيه. بسم الله ندخل محل اسلحة في هذا المكان. ايش ذا؟
وات من اخذت المسدس؟ هنا سلاح الرشاش اذا ضغطنا عليه مثلا، بس كذا عرض يمكن يجي لك مسدس مجانا، العرض ساري للمفعول. المهم ما علينا، هناك الدرع يمكن يمكن يقصد بهذا درع، ما علينا. خلينا نروح هنا بعض قراقات. ايش في بالقراق مثلا؟ خلينا ندخل نشوف. في هنا مكان الحاويات على كأنه ميناء مدري ايش. وتشت اضاف 4 لمبات بمكان واحد، ما علينا. تداخل عندما تعمل شيء داخل شيء يسبب جليتشات، وهذا اللي يسبب جليتشات. هو مثلا الشيء يخلي الاضاءة بذا الشكل، تعرف تخليها منفصلة مع بعضها، مش ضروري انه يكون كذا يعني كله بداخل عمود واحد. خرجنا من مكان الحاويات، فانا اعتقد ان اللاقي الكثير هذا بدي يغثي بي بالليل، فخلينا نخلو نهار عشان نلاقي في الليل كثير كثير. وات الشيت، خلينا نخلو نهار. طبعا نلاقي بسبب عاملين، العامل الاول وهو سبب تلفون الزفت، والعامل الثاني بسبب الاشياء المتكرره والمتداخله داخل الماب. صراحه الزواذي حبيتها. وات الشيت، بس عندكم في ميناء ذا المكان نفس الحديقه تبع لوس انجلوس، صراحه بيكون شيء خرافي في بذاك المكان. يمكن جسر او مدري ايش، راح نروح له ان شاء الله بعد ما نعمل لفه للمدينه، نشوف ذاك المحل او مدري ايش ذاك ايش. والتهيل اي كيس، يقول لنا نوقف السيارة في ذا المكان، يمكن معرض سيارات على ما اعتقد، او شراء سيارات او ما اعرف ايش. جينا ذا المكان معرض سيارات على ما قلت لكم، بس معرض سيارات متواضع جدا. نجي ذا المكان اشتري سيارة، نقرد شكلها غير بس ان شاء الله راح نعمل لكم فيديو كيف تعمل معرض سيارات بشكل خرافي. ان شاء الله راح اعمله قريبا مع كذا امكانيات اسطوريه، راح اعملها ان شاء الله. كيف تسوي معرض سيارات؟ تشتري اي سياره من داخل المعرض نفسه، راح اعمله ان شاء الله قريبا في هذا المكان. يمكن حديقه او محل حديقه، خلينا نوقف السياره في هذا المكان نشوف الحديقه بين الامطار. خلي يفتح المظله اول شيء، ما فيش اي شيء سوى شجار في هذا المكان. واتهل اه في ذاك المكان ذيك الحديقه الكبيره اللي بين الكراسي ومدري ايش. صراحه هذا الماب حلو للاونلاين، صراحه اذا في اونلاين حياه واقعيه كبيرة صراحة راح يكون هذا الشيء اسطوري. المهم المكان حلو جدا، ولكن قلنا اللمبات هذو لما تعملها بهذا الشكل يسبب لايك كثير في الماب، يعني بسبب التداخل. نروح مكان ثاني نشوف ايش في داخل الماب اكثر من هذا. يوجد بهذا المكان محطة وقود، خلينا نشوف ايش في داخلها. في هنا مكان اصلاح سيارات، يمكن خلينا نكسر السيارة. تم اصلاح سيارتك مجانا، هاي الشت. في مكان هذا بترول مثلا، خلينا نشوف هل يعبي بترول او لا. انتظر بينما يمتلئ خزان الوقود. حلو جدا. خلينا نمتلئ خزان الوقود، فخلينا نشوف ذا المكان نشوف ايش فيه. ليش ولعت وات الشفت. نجي ذا المكان نشوف انه ما في اي حاجه، بس كذا منظر. على الاقل استغل يعني مثلا يعملوا سوبر ماركت، يعملوا اي شيء، يمكن انه يكون يعني في اشياء على انترنت، ولكن انا ما اعرف. خلوا حتى سوبر ماركت عادي، اهم شيء بتخلى المحل كذا فارغ. المهم نجي ذا المكان نشوف ايش في ذا المكان، نطلع نشوف ايش في فوق الرافعه ذي. ذي المكان اللي تحط السلام سلام بجانب سلام، لان الانيميشن السلام الاول يخلص وما يشغل انيميشن السلام الثاني على طول، او انك تحط السلام بالمكان الثاني، لانه ضروري تعمل لفه حول السلام عشان تطلع. هذه رافعة وايش؟ يمكن تبع النت او ما اعرف ايش. في ذا المكان ناطحة السحاب، مقفل ذا المكان ما يصلح. خليني نطلع من ذا المكان، احس ان ناطحة السحاب ممطوطة. ليش مطيتها؟ كانت تمام، ليش امطط؟ مش عارف. المهم خليني نطلع من ذا المكان نشوف لين نروح. فكرة ناطحة السحاب انك تصعد لذا المكان او لنص العمارة ما حبيتها صراحة. في ناس كثير يعملوا نفس الطريقة، انه تدخل من ناطحة السحاب وتطلع طوالي لراس العمارة. هذا الشيء ما حبيته صراحة، فانك عملت مصعد في ذا المكان صراحة شيء خرافي طبعا يعني، ولكن ان شاء الله راح اعمل لكم يعني فكرة مستقبلية ان شاء الله كيف تعمل ناطحة السحاب، او ان شاء الله لماب السيرفر حياة الواقعية ان شاء الله عندما افتحه. كبرت ذا البيت كثير، كان طول الطبيعي افضل بالنسبة لي، يعني طول الطبيعي افضل. ننزل من ذا الماب نجرب الاشياء الباقية. المهم خلينا نروح كذا يمين، فمثل ما قلت لكم عندما تختار اول شيء في الماب لا يقعدوا على ما هو التشيت، ابدا اختار المياه بهذا الشكل، بعدين ابنى فوق الماء عشان ان الماء ما في يعني الماء ما تعرف تجيبه من بين الاشياء المطور او الاوبجكت تبع المطور، فمن الافضل ان تبدا الماب بمياه افضل. هذا الطريق قاعدوا قيد البناء. ادي لكم فكره،
لا تخلوا الماب عبارة عن مربعات، يعني مثلا كذا مربع بيوت وهناك مربع بيوت وهناك مربع بيوت، يعني يكون بيت فيه طرق من الأربع الجهات، لا خليها كمدينة أفضل، يعني يكون طريق طويل كذا. ما أعرف، ولكن يمكن أنني مش عايش بذي الأماكن، أنا طول حياتي داخل بلادي العزيزة الذي ما فيها أي طريق كذا ساني. المهم ما علينا، خلينا نروح للأشياء الثانية نشوفها. أحس أننا اللي يرجع لنفس المكان من بداية تجربتي للماب، أروح وأدور 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 وأرجع لنفس المكان. صغر ذا البيت وكبر ذاك البيت، من الأفضل أنه كان يكون عني على كبرها الأصلي أفضل. ذا المكان مكان بيتهل. أنا من ذا المكان عندي بيت قيد البناية، هذا للأضواء تبعهم كذا، نشغل نعرف شغل الأضواء. لا هذا يشتغل بالليل يمكن. يجي ذا المكان هذا جالسين يبنوه، حل جدا. في بذا المكان بنايتين، كيف ما شفت البنايتين ذي من أول وطشيت هذا السجن. هذا على ما قلت لكم يصلح بحياة واقعية، يعني يكون في سيرفر ومدري ايش. المهم مكان الشرطة صغير كثير، فخلينا نروح للمكان الثاني. المهم احس اني طولت بهذا الماب، فخلينا نشوف اخر مبنى ذاك ودخلنا الجسر على طول. هذا المبنى على ما اعتقد اني قد دخلته، خلينا نشوفه من خارج. لا ما دخلته، خلينا ندخل نشوف ايش فيه. هذا المكان يمكن للرول بلاي، يس صح. شكرا لزيادتكم بين جوست، عودوا مرة اخرى. على ما اعتقد ان جوست هذا قد قربت له واحد من المابات، على ما اعتقد كان بنفس هذه الطريقة. جاب سيلكشن، ايوه تاكسي مثلا او كذا. المهم ماذا تريد ان تكون؟ او لاني معي سيارة هذا، خلينا نكون دكتور. المهم ونجي لاخر شيء وهو الجسر، وبعدها نموت عشان نشوف منين نظهر. هذا المكان يمكن عدو قيد البناء، شوفوا عدو قيد البناء. لا لا حلو حلو صراحة، حلو جدا. عودوا مرة اخرى. المهم الماب في اشياء حلوه وفي اشياء مش حلوه، مثل الماب البيت اليو اس بانك ذاك زفت، ما حبيت شكله. فخلينا ننتقل للماب الثاني ونقرب كل المابات بعدها نقيم ان شاء الله بنهايه الفيديو. نجي للماب الاخير، والماب الاخير هذا هو اسمه فايس سيتي. هذا الماب فيه تريلر عمله في قناته على اليوتيوب، وهذا الشخص اسمه مويز جيمنج. فخلينا نقرب الماب من انفسنا، يعني ما نريد نشوف التريلر. What the shit. كبداية الماب فايس سيتي، يعني نفس بنايات فايس سيتي يعني بالأضواء ومدري إيش. نبدأ ابحث عن مكان سري. Holy shit. نفس بناية فايس سيتي كذا بالأضواء ومدري إيش، يعني يحاول يخليها نفس فايس سيتي. يمكن يكون بالليل أسطوري، فخلينا ندخل على لهذا الملعب. في بذل مكان ملعب، خلينا نتابع كأس العالم من هنا بحكم إن إحنا ما شفنا كأس العالم. المهم ذا المكان عمل سور حول ما نش عارف ايش كذا، سور قررنا نعمل سور كذا، المطور عاوز كذا. في صدى ابو كلب ذا المكان، وات ذا شيت. المهم نجي ذا المكان نشوف كذا بنايه ما فيها اي فائده. الطريق هذه اسطوريه، في هنا مبنى، خلينا نشوف المبنى هذا ايش. بنك، ندخل نشوف البنك ذا من داخل. هنا اصحابنا، ما بش احد هنا. هذا المكان اذا قررت انك تموت ادخل البنك، ويدخل ذاك اسمه مصعد الموت، يعني ضروري يكون في مصعد موت بكل ماب. وات ذا شيت. في ذا المكان بنايات في ذا المكان متشابهه، ندخل نشوف اشياء. ندخل نشوف اشياء. في صدى ابو كلب بالماب، وات ذا شيت. ايش ذا؟ خليني نجيب مثلا سلاح نطلق. لا مش موجود في ذا المكان. هذا بسبب الملعب لانه صغره. في هذا المكان محطة، طبعا هذا ما عملش البترول، ما اعرف ان البترول يخلص او لا، فخليني مثلا نجرب نعمل منظر الشخص الاول ونشوف البترول. بترول من اول قاسي نفحر فول، بترول فول عبانه ب $100، والبترول اصلا فول. هذا المكان ذاك البترول ما شفتها. البترول يخلص ببطء شديد جدا، هذا الشيء مش من الاشياء اللي تعجبني. فخلينا المهم خلينا نكسر السيارة أول حاجة عشان نشوف هل هذا يصلح أو لا. دائما الكشاف اللي صلح تمام. وات ريبير ريدين يو وات ذا هيل، كتابة مكتوبة معفسة عفاس كذا. ذا المكان عاد فاضي تماما، فاضي مثل راسي لما جيت أفكر على فيديو يوتيوب. لما أفكر على فيديو يوتيوب يكون راسي فاضي بهذا الشكل. في ذا المكان جسر سريع، في ذا المكان جسر. خلينا اول حاجه نروح الجسر ذا قبل ما نروح كذاك. جينا لمكان او لجزيره بذا المكان، تشوف مدينه لوس انجلوس من بعيد وهي مكتوبه فايس سيتي.
واتشيت من اين المباني هذا موجودة بفاي سيتي اصلا. المهم جينا المكان او لعقلي يمكن هذا عقلي اصلا. ذا المكان جسر صغير، جسر ابو كلب، جسر متعوب عليه. منظر المدينة من بعيد خرافي، اي واحد يعرف عمر منظر المدينة هذه. فما اشوفه ما احسنها لما تتجول داخل عقلي، احس زودت بها بس انا حر. ايوه هذا عقلي. نروح مدينة فايس انجلوس، الخط الثاني هذا صراحة خرافي. حبيت الطرق، هذا الطرق احسها خرافية، احب الطرق اللي تجين بهذا الشكل. رجعنا للجسر الاسطوري. المهم خلينا ندخل لاعماق هذا الماب ونشوف، او لاعماق هذه المدينة ونشوف اذا في اشياء داخل دي المدينة اصلا. هذا المكان اتذكره بفايس سيتي والله، هذا المكان اتذكره يمكن كذا تقيل على يمين شاطئ، بس انه ما كملها، ما خليها نفس فايس سيتي. هذا المكان اتذكره بفايس سيتي ستوريز، اما فايس سيتي العادية ما لعبتها انا. يجي بذاك المكان جراج، خلينا نشوف الجراج. ندخل ذا الجراج نشوف ايش فيه. افتح مدينة داخل الجراج، هذا مش جراج بس ريبيرد يور كار. احس الماب فاضي، ما في الا الاضواء تبع فاي سيتي اللي اصلا تبين فاي سيتي مع النخيل. يا مو كل ساعه عود، رجعت لنفس المكان، كل ما تدخل اعماق الماب ارجع لنفس المكان. جاء مطر ورجعنا لنفس المكان، فاعتقد ان هذا كل شيء داخل هذا الماب، فما اعتقد ان في اكثر من كذا داخل هذا الماب. فخلينا نختم هذا الفيديو، وبس وقت وصلنا هذا الفيديو. فاذا عجبك الفيديو لا تنسى دعمنا على زر اللايك والاشتراك وان تضغط على زر الجرس ليصلك كل اشعار عن اي فيديو اقوم بتنزيله. طبعا جربنا هذا المابات، فصراحه في يعني هم ثلاثه مابات، ماب فاي سيتي وبلاك جوست وايضا بروجكت مدري ايش. المهم كل ما بين المابات يتميز بشيء واحد، مثلا في ماب الزومبي يتميز في انه ظهر لك ان المدينه يعني كذا مهجوره ومدري ايش، والزومبي يظهر لك من المكان. ترى هذا الشيء خرافي، ولكن ما حبيته لانه ما فيش مرحله او ما فيش مكان توصل له اصلا، عشان مثلا يظهر لك الحماس لقتل الزومبي. مثلا اذا قتلت 5 زومبي يظهر لك كذا، اذا قتلت 10 زومبي يظهر لك كذا، وهذا الشيء صراحه خرافي اذا عمله بهذا الشكل. صحيح انه ما اعتقد ان وسيم اكس هو اللي عمل الماب، ولكن انا حاليا انا عملت تقييمي لهذا الماب. والماب الثاني وهو بلاك جوست، صراحه ماب خرافي جدا، وفيه يعني تعرف تلعب اونلاين انت واصدقائك، مثلا انت والعالم، مثلا اذا عملنا سيرفر حياه واقعيه تعرف ان انت تبنى هذا الماب يعني كحياه واقعيه. مش عارف ايش جالس اقول، فاللي اقوله انه ماب اسطوري صراحه، وفيه يعني فعاليات داخل الماب تخليك ما تمل من الماب اذا كنت يعني في حياه واقعيه او انت واصدقائك، وصراحه في اشياء اخطاء كثيره فاتمنى انه يصلحها يعني. اما الماب الثاني فهو من موز جيمنج وهو فايس سيتي، او على ما اسميها انا فايس انجلوس. والتشيت مدينه واضواء ونخل فايس سيتي، والمباني مباني لوس انجلوس. الماب حلو، ركز على الاشياء الموجوده يعني كالطرق، حبيت الطرق، طريقه الطرق صراحه حبيتها اكثر من ماب بلاك جوست، ولكن مباني وفعاليات بلاك جوست تفوز صراحه على كل المابات. فاكثر ماب حبيته لهذا اليوم فهو ماب بلاك جوست، اتمنى من الباقي انه ما يزعلوا. فرابط المابات اسفل في الديسكربشن برضو مع طريقه التركيب، واراكم في فيديو قادم. بيس اوت.